السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. سبق واستعرضت في القناة يا أخوان جهاز الماك ميني اللي هو جهاز صغير جدا وخفيف جدا بمعالج أبل، كان الجيل الأول من المعالجات القوية اللي هو الام 1. الآن معايا جهاز أكبر منه بشوية وهو ما يسمى بماك ستوديو، هو فئة جديدة تم انضمامها إلى فئة الماك، ونزل منه إصدارين، واحد منهم بالمعالج الأقوى والأحدث من شركة أبل وهو الام 1 ألترا. فخلونا في هذا الفيديو نتعرف على هذا الجهاز، مين بيقدر يستفيد من هذا الجهاز، موجه لمين هذا الجهاز، كذلك المواصفات التقنية لهذا الجهاز. فبلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب يا أخوان، خلونا في البداية نشوف محتويات العلبة. كل تأكيد يأتينا جهاز الماك ستوديو، كذلك دليل البدء السريع بالإضافة إلى شعار أبل، وأخيرا فيش الكهرباء. طيب إيش هو جهاز ماك ستوديو أو جهاز ماك ميني اللي شفناه من قبل؟ باختصار شديد هو جهاز كمبيوتر، يعني هذا الشيء الصغير هو كمبيوتر متكامل من وإلى. إيش يحتاج عشان تقدر تشتغل عليه؟ يحتاج إلى شاشة، يحتاج إلى لوحة مفاتيح، يحتاج إلى اللي هو فارة أو ماوس أو تراك باد. طيب هل الشاشة لازم تكون من شركة أبل، لوحة المفاتيح، الفارة وإلى آخره؟ لا طبعا مو لازم، أي شيء يشتغل عليه، ولكن عشان تاخذ الأفضل من ناحية التكامل، من ناحية التوافق، فبكل تأكيد يعني أنت بتشتري جهاز زي ذا فيلزمك أنه أشياء أكثر توافقية وتكاملية مع نفس الجهاز، فبكل تأكيد حيكون خيارك مثلا زي اللي هو شاشة الستوديو ديسبلاي أو الشاشة أيضا الأخرى اللي من شركة أبل، وهذا أنا ما استعرضتها ولكن موجودة في موقع أبل. كذلك الماجيك كيبورد الجديد اللي يجي معه بالبصمة، بصمة الأصبع، وأيضا في الماجيك ماوس، وعندنا الماجيك تراك باد. طيب ليش بنقول على هذا الجهاز هو أقوى جهاز كمبيوتر من شركة أبل؟ لأنه يجي بأحدث معالجات شركة أبل وهو الام 1 ألترا. خلينا كده أعطيك على السريع نبذة عن المعالجات. قبل زمان كانت تستخدم معالجات من شركة انتل، بعدها استغنت عن هذه المعالجات ونزلت كمبيوترات او اجهزة ماك بمعالجاتها الخاصة، كان بدايتها الام 1 واللي تم استعراضه في قناتي عن طريق الماك ميني، كذلك الماك بوك برو. بعدها نزلت ايضا معالجين جديدة اقوى من الام 1 وهو الام 1 برو والام 1 ماكس، وايضا استعرضت الماك بوك برو 16 انش اللي يحتوي على الام 1 ماكس. الان نزلت معالج اقوى منهم الثلاثة وهو الام 1 الترا. فجهاز الماك ستوديو يجي منه موديلين او اصدارين، واحد مزود بمعالج الام 1 الترا والاخر بالام 1 ماكس اللي هي اقوى معالجات حاليا عند شركه ابل. فهذه المعالجات يا اخوان قويه في ايش؟ قويه في المونتاج وفي التصاميم، يعني قويه في برامج المونتاج زي الفاينل كات برو، كذلك زي برنامج الادوبي بريمير. اجهزه الماك ليست موجهه للاعبين، يعني ما تقدر تلعب عليها العاب. اول شيء يعني اول سبب لانه ما في العاب متوافقه مع اجهزه الماك، اغلب الالعاب موجهه للبي سي. الالعاب اللي تقدر تلعبها على جهاز زي هذا هي الألعاب مثلا المتعارف عليها زي اللي موجودة في خدمة أبل أركيديا، في مجموعة كبيرة جدا من الألعاب، وما أتوقع أحد بيدفع هذه الأسعار في جهاز كمبيوتر عشان يكون ياخده للعب أو للتفرج. هذه الكمبيوترات هي للمونتاج والتصاميم وصناع المحتوى، بل وأكثر يعني الام 1 ألترا ينفع للمنتجين، للمخرجين، لصناع الأفلام. فلو أنت تدور شيء انك تلعب فعندك سوني 5 مثلا او اكس بوكس او تجميعة بي سي هيكون انفع لك، فهذه الكمبيوترات هي غير صالحة للالعاب، هي لصناعة المحتوى بصفة عامة. خلينا نتعرف على جهاز الماك ستوديو الان. يأتي الجهاز من الامام بمنفذين ثندر بولت 4 لغاية 40 جيجا بالثانية، بالاضافة الى منفذ قارئ بطاقة الذاكرة اللي هو الميموري كارد الخاص بالكاميرا. اما من الخلف عندنا اربع منافذ ثندر بولت 4 ديسبلاي بورت وتدعم نقل البيانات ل 40 جيجا بالثانية، كذلك منفذ ايثرنت 10 جيجا، هذا لو مو حاب تستخدم واي فاي، كذلك عندنا منفذ الطاقة وايضا منفذين يو اس بي تايب اي، كذلك منفذ كيبل اتش دي ام اي يدعم ال 4K 60 اطار، وغالبا ما تحتاجه لانه بكل بساطة عندك اربع منافذ ثندر بولت 4 الرهيبة والسريعة،
واخيرا عندنا منفذ السماعات الثلاثة ونص وهو مدمج فيه مكبر صوت، وتقدر ايضا من خلال الـ HDMI اخراج صوت متعدد القنوات. اما بالزاوية يأتي زر التشغيل والايقاف بدون اي بروز، من الخلف كذلك من الاسفل. لو نلاحظ هذه الفتحات كلها لتبديد الحرارة. هذا المنافذ يا اخوان الثندر بولت 4 تدعم 5 شاشات بنفس الوقت، 4 شاشات برو ديسبلاي XDR، وهي شاشة ابل الاغلى، وتيجي بوضوح 6K وتردد 60 هرتز. والشاشة الخامسة بيكون 4K 60 إطار مع دعم أكثر من 1,000,000,000 لون. فأنت متخيل القوة اللي في هذا الجهاز؟ الجهاز بكل تأكيد يدعم البلوتوث 5.0 ويدعم الواي فاي 6 ويعمل بأحدث أنظمة الماك من أبل ماك مونتر. خلونا نتكلم عن المعالج أو أرقام المعالج شوية. معالج أبل الـ M1 ألترا معالج بأرقام مخيفة حرفياً، يجي CPU 20 نواة ووحدة معالج الرسومات 48 نواة اللي هي GPU ولغاية 64 نواة مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا رام، ويقبل الترقية 128 جيجا رام، ومع مساحة تخزين 1 تيرا بايت من نوع SSD بكل تأكيد، ويقبل الترقية 8 تيرا بايت. هذا المعالج يا اخوان قادر على مونتاج وتعديل وتشغيل فيديو ProRes 422 بجودة 8K. مو بس كده، بل بسلاسة وبدون اي تعليق او تهنيك، وما بتحس انه الجهاز تعبان معاك وبتسمعه كأنه بيطير، بل بكل هدوء ما بتحس انه شغال اساسا. انت هنا بتتكلم عن 114 مليار ترانزستور والغاية 22 تريليون عملية بالثانية. انت هنا ايضا بتتكلم عن تعدد مهام، مونتاج، تصميم، ايش ما يخطر ببالك. فشيء طبيعي انك تخرج يعني بشيء ممتاز او نتيجة خرافية. لذلك هذا الجهاز اعيد واكرر، لو انت راعي العاب عندك اجهزه الالعاب، هذا الجهاز لصناعه المحتوى، للتصاميم، للمونتاج، للبرامج الهندسيه. وما بتكلم هنا ايضا يا اخوان عن المونتاج اللي انا اسويه اللي هو قص ولصق، لا، انتاج افلام سينمائيه، يعني يحتاج جهد قوي او شغل قوي عشان تعرف تفرق الاداء بينه وبين مثلا معالج الام 1 او الام 1 برو او الام 1 ماكس. وبس تقريبا يا اخوان، لو عندك اي استفسار يخص المعالج او نفس الماك ستوديو او ديسبلاي ستوديو الشاشة الخاصة فيه اللي شفنا مراجعتها من قبل، وبحط لك ايضا رابطها بالاعلى او باخر الفيديو، فشرفنا الرد على استفساراتكم في خانة التعليقات بالاسفل. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يعطيكم الف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في امان الله.